بداية مؤتمر اليوم هو إعلان عن مظلة سياسية تجمع هذه القوى وفق رؤية برنامجية موحدة. بالنسبة أن موضوعة التغيير هي ليست طرح اليوم. موضوعة التغيير نعم هي من بداية انتفاضة تشرين وإلى يومنا هذا مشروع التغيير يطرح، ولكن من دون مضامين سياسية على ألسنة الناس، على ألسنة المحتجين والمنتفضين، يرفعون شعار التغيير ومن دون مضامين سياسية. اليوم هذه القوى تصدت للمسؤولية وأعلنت عن أنها سوف تضع مضامين سياسية لمشروع التغيير. مشروع التغيير بطبيعة الحال هو بسقف أولا النظام الديمقراطي. احنا هو ما نريد نتخلص من نظام ديمقراطي، بالعكس احنا نريد نظام ديمقراطي، ولكن نظام ديمقراطي ليس مشوها كالنظام الحالي، نظام محاصصات. هذا جانب. الجانب الآخر، المؤتمر اليوم أعلن المعارضة بشكل واضح وصريح لمنظومة الحكم، منظومة الحكم بكل ما تمثله من شخصيات ومن قوى ومن منهاج في إدارة الحكم اللي أساسا يستندون إلى ومنهج المحاصصة التوافقية. إضافة إلى ذلك، هذه القوى يجمعها مشتركات عديدة. المشترك الأول، هذه القوى لم تتورط بالفساد، هذه القوى لم تتورط بالدم العراقي، هذه القوى لم تتورط بالأزمات على مدى السنوات الماضية. فإذا هذه القوى هي اليوم تطرح نفسها كبديل سياسي لهذه المنظومة